يبقى العمل كبير، فيبقى لهم هم مثلا مجرد مواقف او مشاهد ما تبقاش هي تسليط الضوء عليها، لكن الحقيقه هو الموضوع هم اللي بيقودوا الموضوع، فده الجديد. اللي هو ماذا لو ان انت بعد مثلا 20 21 سنه تكتشف ان انت ليك اخ انت ما تعرفش عنه اي حاجه، وان انت في الاخر انت واخوك ده اتخذته في طريق اللي هو المسار الاجباري اللي انتوا هتمشوا عليه، صح، وما ينفعوش ياخدوا خطوه لورا. وشكل بقى ابوهم عليه قصص ان ازاي الاب ده كان وقروض وعليه ديون وعليه كل حاجه، وازاي الاب ده كان مخبي طول الوقت، وفي الاخر انت هتعمل انت هنا ايه؟ هو مخبي ازاي يعني حاجه؟ ده السؤال اللي كل انا السوشيال عايز اقول لحضرتك ان بتسأل. في قصص الناس كتير بتسال ان احنا لو دورنا هنلاقي قصص حقيقيه في مصر كده كتير جدا، يعني فكره كمان ان هو ما قبل ان هو طلع قانون ان هو ما ينفعش حد يتجوز الزوجه الثانيه غير ما يبقى مبلغ الاولى. لكن لو قبل القانون ده هنلاقي ان مثلا بعد ما الاب بيموت بيكتشف ان ليه هنا متجوز، أيوة، وهنا صح، ليه اولاد ومسافر بره، واولاده دول مسافرين بره، فدي يعني قصه موجوده من الواقع. أيوة. فكره ان هو، فاحنا لعبنا هنا ان ماذا لو انت اكتشفت ان ليك اخ، وفي الاخر الاب ده كان عامل غلطه انتوا مالكمش ذنب فيها، وعامل اخطاء في الاخر انتوا لازم تصححوا من اخطاء الاب ده خوفا على سمعه ابوكم، فانت واخوك ده هتتعاملوا مع بعض ازاي؟ بقى في اب جمعهم وهم ما يعرفوش بعض، وهم عيلتين بس لازم هيبقوا عيله، وواضح انه كمان الشابين مختلفين، يعني في واحد من طبقه شعبيه شويه ابن بلد اكتر، التاني يعني من طبقه متوسطه او ارقى شويه، فبالتالي برضو في اختلاف، في اختلاف ان هنا ما بيتحط في موقف ان مثلا ان ده في حلقات شويه مثلا ان الاخت البنت ده هنعرفه قدام شويه، اما الاخت البنت هنا هتتعاكس، فهنا حسين هيتصرف ازاي طبعا، اللي هو احمد داش، وعصام عمر هيتصرف ازاي، ايوه، ده مثلا هيبقى تصرفه هنا ازاي، ان انا ممكن اروح امد ايدي واروح اعمل، وده مثلا تصرفه ازاي انا ممكن اخد حقي بالقانون، بالعقل لان والقانون، حد فيهم محامي وحد فيهم من الناحيه الثانيه اللي هو الطالب اللي جاي من منطقه شعبيه، فتصرفاتهم هتبقى غير بعض.